لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل حال. ربنا يعوض عليك يا عم شلالي. ونعم بالله، كل شيء نصيب. كده مش هنركب مع عم شلالي لحد ما يصلح المركب بتاعته. وهنركب البتاع السريع ده؟ أنا بخاف منه. أنا يا عم شلالي صعبان عليا قوي. بص يا بكار، مين اللي جاي هناك؟ مش ده الراجل صاحب اللانش السريع؟ ايه اللي حصل ده؟ بس دي خسارة كبيرة. معلش يا عم شلالي، معلش، قلبي معاك. الحمد لله على كل حال. طب تعال يا عم شلالي، انا عايز اكلمك في موضوع كده. تفتكر يا فارس الرجل ده كان معدي من هنا بالصدفة؟ يعني ايه؟ مش عارف يا بكار. أني مش مطمن. قلت ايه يا شلالي؟ هتبيع لي المركب على كده؟ مش عارف يا زناتي، سيب لي وقت افكر. مش محتاج وقت، عشان انت مش محتاج مركبة. خلاص المركب بايظ وحيكلفك كتير قوي عشان تصلحه، وعشان تلاقي فلوس لازم تشتغل، والناس كلها بقت بتركب معايا. أنا صعبان علي حالك وعايز اساعدك. ايه وهي دي مساعدة؟ انت عايز تاخد مني المركب اللي ورثه عن ابويا؟ بس ما بقالوش لازمة. عموما فكر ورد علي. سلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا فارس؟ ما تمشي بسرعة. عمال رجلي مش شايلاني، عمالة ترتعش من ساعة ما نزلت من اللانش المرعب ده. خوف قوي. بس المهم يا بكار انك وافقت تركب اللانش السريع اخيرا. انا بس وافقت عشان عم شلالي ما ظهرش خالص ولا حيظهر تاني. اصل اللانش اكل منه السوق. بقى ذكريات. خلاص بقى ذكريات. ترارارا. تصدق فكره. فكره؟ فكرة ايه؟ في حصة الرسم الاستاذ طلب مننا نرسم لوحة عن حاجة من ذكرياتنا السعيدة، واني هرسم مركب عم شلالي واحنا راكبين فيه ومبسوطين. لازم الاول اروح بسرعة اجيب الوان وكراسة رسم جديدة. فنان قوي الواد بكر ده، كل حاجة يحولها اللوحة. يا سلام عليك يا بكر. ايه ده انت لسه رجلك بتترعش يا فارس؟ اه بس دلوقتي مش من الخوف، من الجوع.